هذا وقد توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى ميونخ للمشاركة في مؤتمر الأمن في دورته 54 والتي تعقد بمشاركة 20 رئيس دولة وحكومة في العالم وعشرات من وزراء الخارجية والدفاع. إلى مدينة ميونخ الألمانية تتجه الأنظار، حيث يعقد مؤتمر الأمن الدولي بمشاركة واسعة وحضور كثيف في ظروف استثنائية وسط تحديات أمنية تسيطر على سائر الدول. أزمات كبيرة تتضمنها أجندة المؤتمر، على رأسها التوترات المتعلقة بالبرنامج النووي لكوريا الشمالية والأزمات المتصاعدة في الشرق الأوسط، إضافة إلى مستقبل الاتحاد الأوروبي بوصفه فاعلا عالميا. رئيس مؤتمر ميونخ للأمن قال إن هناك 6 مخاطر تشكل خطرا كبيرا على أوروبا، من بينها إيران وإسرائيل والحرب في سوريا، إضافة إلى افتقار الاتحاد الأوروبي لخطة واضحة للشرق الأوسط وعدم وجود جيش أوروبي. من جانبها أعلنت الشرطة الألمانية تخصيص 4000 شرطي لتأمين مؤتمر ميونخ للأمن، وأعلنت الشرطة أن حماية المشاركين في المؤتمر والاجتماعات المقررة على هامش أولوية قصوى للشرطة. تأتي تأكيدات الشرطة الألمانية في وقت دعت فيه حركة تطلق على نفسها التحالف ضد مؤتمر الناتو دعوات إلى مظاهرات حاشدة ضد عقد مؤتمر ميونخ للأمن في 17 من فبراير الجاري، أي بالتزامن مع ثاني أيام المؤتمر، لكن وبحسب الشرطة لن تؤثر تلك الدعوات على المؤتمر ولن تعطل انعقاده.